السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي براءة اختراع. الجزء الأول مخصص للأستاذ الدكتور فاضل محمد ليحدثنا عن صندوق الأوراق، فأهلا بكم وأهلا بك سيدي الكريم. أهلا بكم وبقناة العراقية. أستاذ الدكتور حدثنا عن ما هي صندوق الأوراق. عند استخدام طرق الري التقليدية اللي هي طرق الري بالرش والري بالتنقيط في المكانات الغير قريبة عن مصادر المياه ومصادر الطاقة، فإن ذلك سوف يشكل عقبة في تنفيذ مشاريع الأرواء خصوصا في المناطق النائية. فلذلك عمدنا إلى تصميم نظام جديد اللي هو نظام الري بالأعوية الخزفية، ومن ضمنها هي صندوق الأرواء الذي يتكون من عدة أجزاء، ولكن أهم جزء بها هو ما يسمى باللب الذي هو عبارة عن أسطوانة صنعت من الخزف بالاعتماد على الأطيان العراقية المتواجدة محليا، بالإضافة إلى أمكانية تصنيعه ضمن حدود التقنيات المتوفرة في البلد، وهذا جهاز يكون صديق للبيئة ويقلل من الاستهلاك المائي بالنسبة للمحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى أنه يوفر تقليل الأيدي العاملة مما يقلل كلفة المشاريع الإروائية في المناطق المختلفة والمحاصيل المختلفة. دكتور نعم. هذا الصندوق الإرواء قلت أنه لأجل معالجة التبذير وفق طريقتين الرش والتنقيط، والمعروف لدى الجهة الزراعية أن هاتين الطريقتين هما من أفضل الطرق للحفاظ على المياه. نعم. فكيف تفسر لنا ذلك؟ احنا عندنا في مجال الري طرق الري السطحي الاستهلاك المائي قد يوصل الى 50% متوفر و50% هي ضائعات مائيه، وهذا العدد كبير وهذا الرقم كبير جدا خصوصا في المشاريع الاروائيه التي تستخدم كميات كبيره من المياه. هذا بالاضافه الى انه في طرق الري بالرش قد تصل الكفاءه الى 70%، معناته تقريبا 30% تكون ضائعات. والتنقيط يصل إلى حوالي إذا كان تنفيذ جيد بتقنيات عالية قد يصل إلى 90%، ولكن في نفس الوقت هذه الطرق تحتاج إلى تقنيات عالية، تحتاج إلى كلف عالية، والعالم كله يتجه إلى حساب الجدوى الاقتصادية لكل مشروع. صحيح. فلذلك يجب التركيز على هذا الموضوع بالإضافة إلى الإدارة المائية، كما يجب التركيز على موضوع كفاءة استخدام الماء اللي هو الإنتاجية للمتر المكعب الواحد. العالم كله سيتجه نحو هذا الموضوع، كفاءة استخدام المياه. صندوق الأرواء هل هو يكون مربوط تماما على المصدر الأساس للمياه أم بخزانات حتى يكون توزيع عادل إلى تلك الصناديق؟ نعم، بالنسبة إلى صندوق الأرواء يكون على شكل شبكة مياه تجهز من خزان رئيسي بالاعتماد على باي جرافيتي. احنا نسميها باي جرافيتي، يعني الري باستخدام الجاذبيه الارضيه، يعني الماء ما يحتاج الى مضخات، فقط التجهيز يكون للخزان الرئيسي وبقيه الخزانات كلها تستلم المياه بالجاذبيه وتجهز الى النباتات مباشره، وهذا مثل ما ذكرت لك يؤدي الى تقليل الايدي العامله وتقليل الكلفه وتقليل حتى المتابعة بالنسبة للمشاريع التي تكون صحراوية خصوصا مواضيع الأحزمة الخضراء. احنا نحتاجها كثيرا في العراق لتقليل تأثير العواصف الترابية اللي يشهدها العراق في أحيان كثيرة من العام. قلت لي أنها صديقة للبيئة، ومن خلال الأطيان التي تستخدم فخارا في داخل هذا الصندوق، كما قلت لي قبل الجهاز أنه هذا الجهاز قبل اللقاء هذا الجهاز يدفن في الأرض، وبالتالي حينما يكون في لبه ماء يكون على طريقة الحب العراقي. نعم. النضح هو الذي يوصل إلى الأرض المجاورة. نعم. فبالتالي حينما يكون الأرض مشبعة بالماء يبقى الماء في قلب الصندوق دون هدر. نعم. هذه الفكرة التي هي صديقة للبيئة هل يمكن أن تنفع بالأراضي الصحراوية التي يقيناً أن الماء يذهب يبقى ليل مع نهار رملية أو ترابية بعيدة عن مصادر المياه والجفاف، ألا يكون هدر؟ إحنا بالنسبة إلى موضوع الهدر، إحنا تم تجريب الجهاز
ومقارنته بالري السطحي والري بالرش باستخدام زرعنا نبات الذرة، وكانت النتائج مريحة جدا باتجاه الحصول على كفاءة رواء عالية بالنسبة إلى استخدام هذا الجهاز. السبب أنه هو الخاصية التحكم الذاتي للفخار بالمياه من خلاله، فعندما تشبع التربة يتوقف تلقائيا، وعندما تحتاج عندما يسحب الماء من قبل النبات ويقل نسبة الرطوبة في التربة فإنه الماء ينفذ مباشرة، اعتمادا على قانون احنا نسميه عندنا قانون دارسي، اللي هو يتحكم بالحركة بين الداخل والخارج. وهل يختلف نبات عن نبات في كميات استخدامه هذا اللوح في مكان في صندوق الإرواء؟ لدي دونم أرض زراعية، هل يختلف عدد الأجهزة من مكان إلى آخر، من نبات إلى آخر؟ هذا الموضوع هذا يختلف، يعتمد على طبيعة النبات ويعتمد على طبيعة التربة. يعني في المدونات الزراعية توجد مسافات محددة تفصل بين النباتات عنها عن الأخرى، اعتمادا على نوع النبات. مثلا أشجار الفاكهة تختلف عن أشجار النخيل، تختلف عن الخضروات، فكل صنف من النبات يحتاج إلى مسافات محددة، وتنصب وتدفن صناديق الأرواء تبعا لتوزيع النباتي ضمن الحقل الزراعي. لديك براءة أخرى تخص الطاقة الهيدروليكية والمضخات الهيدروليكية؟ نعم. حدثنا عنها، أن الاسم لا يراودني كثيرا، تشتيت لا أحفظه. تشتيت البثق بالنسبة البثق في المنشآت الهيدروليكية. ما معنى البثق؟ البثق هو الـ يعني الـ الـ النفث، إذا نسميه باللغة العربية، اللي هو النفث. البثق النفاثات في نفث العقد نفث النفث. اللي هو النفث اللي هو خروج الماء من مؤخر المنشآت الهيدروليكية مثل السدود والخزانات الضخمة. رأينا قبل مدة قمع امتلأ قمع سد الموصل، هذا الماء الذي يخرج هذا نعم هو كمثال تطبيقي، هو عندنا سد الموصل في العراق، فنشوف النفث يعني هي كمية المياه الخارجة بقطر حوالي يوصل إلى 5 أمتار أو أكثر. هذا مستقبلا يؤدي إلى عمل نحر في أسفل المنشأ الهيدروليكي، عمل يعني لا نحكي بالعامية حفرة كبيرة، هذا يؤدي إلى تقويض أساسات المنشأ الهيدروليكي وبالنهاية إلى انهيار المنشأ. إحنا عمدنا في هذه براءة الاختراع، طبعا هي بالتعاون بين جامعة الفرات الأوسط التقنية وجامعة الكوفة كلية الهندسة، عمدنا إلى تحويل مجرى المياه من الطريق الخطية إلى أن يكون سبايرل أو يكون على شكل حلزوني. هذا الحلزون الجريان الحلزوني للمياه يعمد إلى تشتيت طاقة الماء، مما يقلل تأثيره عند ارتطامه بالمناطق الموجودة أسفل والتشققات أسفل، فيقلل الحفر ويقلل التشققات، مما يؤدي إلى تقليل الكلفة، كذلك الكلفة المالية التي تستخدم لإنشاء أحواض التهدئة، بالإضافة إلى تقليل. كم الفارق بين المليارات؟ فرق كبير جدا. كم تكلف اذا قلنا على الفتحه الواحده؟ مو حسب المنشأ، حسب نوع المنشأ وكميات المياه المتدفقه، ولكن هذا الاجراء اجراء عملي وممكن اجراء تقنيا في داخل العراق، وهذا هو هاي البراءه الاولى عالميا، يعني حسب علمي انا حسب دراساتي هذا الاجراء هو عالميا هو الاول في مجال تحويل مجرى المياه من الحركة الخطية إلى الحركة الحلزونية. هل عرضتموه على الجهات المعنية في وزارة الري وخاصة في السدود؟ والله هو جديد، يعني ما صار لهاي البراءة، صار لحوالي أقل الشهر البراءة الثانية أقل الشهر، وإن شاء الله نتعاون، وكل بحوثنا وكل إجراءاتنا هي لخدمة هذا البلد ولخدمة دوائرنا إن شاء الله ولخدمة الشعب العراقي إن شاء الله. وزارة الزراعة ووزارة الري والجهات المعنية وخاصة في السدود إن شاء الله لاستثمار هكذا براءات. شكرا لك أستاذ، بارك الله بكم، نلتقيك إن شاء الله في برامج أخرى. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. أحبائي الكرام، انتظرونا بعد الفاصل مع مخترعة عراقية لها بصمة في المجال الرياضي.
مشاهدي مرة أخرى جهاز اللوح الدوراني صباحي زوايا مع الدكتور ثائر عبد الجبار، نتحدث عن إيجابياته في العالم الرياضي والتأهيلي الطبي إن شاء الله. أهلا بك ومرحبا مرة أخرى. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حدثينا عن هذا الجهاز، الفكرة من أين نشأت ومن أين بدأت؟ بالحقيقة والواقع هو تم الجهاز عن طريق جروب أساتذة، تم الاتفاق مع دكتور وليد سمير العارضي، في طبعا له براءات اختراع كثيرة في جامعة القادسية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وكذلك مع أساتذة كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة في جامعة كربلاء، وأنا أمثل جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني كربلاء. تبلورت الفكرة مع دكتور وليد العارضي، فمن تبلورت الفكرة تجمعنا كليتنا، حطينا النقاط على الحروف، بدأنا بالعمل. اللي معايا ثلاثة من التربية الرياضية جامعة كربلاء كما ذكرت، أحدهم حاسم عبد الجبار صالح أخي، هو معاون عميد العلمي في جامعة كربلاء تربية رياضية، وكذلك دكتور رافد معاون العميد الإداري في جامعة كربلاء أيضا تربية رياضية، ودكتور عباس أيضا أستاذ في دكتور في جامعة كربلاء كلية التربية الرياضية، مع رئيس فريق العمل هو وليد العارضي أستاذ في جامعة القادسية. ما الغاية التي دفعتكم أنتم الآن كجروب تيم بحثي، ما الغاية التي دعتكم إلى أن تجتمعوا لتبتكروا هكذا اختراع عراقي؟ من خلال تجربتنا احنا، تجربتنا العملية خاصة الرياضيين، لنا تجربة عملية في ساحات اللعب، فوجدنا من خلال المتقدمين والأشبال والرياضيين في كرة القدم خاصة يحتاجون بالدوران بالاستلام والدوران يحتاجون إلى هذه الزوايا. هو الجهاز كان عبارة عن زوايا داخلية، هاي الزوايا الداخلية هي اللي تخلي على قدم أو كلتا القدمين بالاستناد يقف عليها الرياضي. لما وجدناها يعني كالبحث، البحث لما تجد أكو مشكلة عالقة خاصة بالأطفال الأشبال، من تبدأ معاهم تجد أنه هناك مشكلة عالقة بالدوران، لديه صعوبة في الدوران ولديه صعوبة في الاستناد ولديه صعوبة كذلك في أي حركة بالاستلام والتسليم. فمن خلال هذا الجهاز وجدنا أنه ممكن تغلب على هكذا مصاعب، على هذه الصعوبة اللي هي تبدأ من السهل للصعب. احنا كما تعودنا من خلال دراستنا انه يجب ان نبدي مع الرياضي بشكل عام من السهل الى الصعب، اي التدرج، ونراعي الفروق الفردية. نبقى في الصعوبات التي يمكن انكم قد لاقيتموها اثناء عملية الاشتغال على هكذا جهاز. طبعا بالبداية انه لما تقدم في الجهاز يبدي التحسينات عليه ويبدي الخطوات عليه، لانه انت ما ممكن تقدمه يعني بروفيشنال كامل في مرة واحدة، فأكيد دخلت عليه كثير من الأمور تحسيني طبعاً، مع أساتذة كبار بروفيسورية قدمنا لهم العمل، قال مثلاً ارفعوا هذه ضعوا هذه وإلى آخره، مع مهندسين اختصاص طبعاً، لأنه هو يحتاج الجهاز إلى مهندسين اختصاص. هل هناك جهاز سابق إقليمي أو عراقي أو حتى دولي ربما قمتم على غراره بتحسين نسختكم أو لا؟ الساتر رسول هو مؤكد، يعني أنت لازم من تكون عندك فد بلورة فكرة، تبدأ يعني في نقطة ما تبدي تضع عليها الحلول وتحسن. ممكن هو غير موجود هذا الجهاز، لكن إحنا أكو فكرة وحسننا عليها سوينا هذا الجهاز، لكن لا يوجد هكذا جهاز. لا. لأننا حينما نسمع سباعي الزوايا نقول ربما كان خماسي الزوايا أو ثلاثي، فكان هناك طور بعدد الزوايا. الآن أفهم لا، أنه لا يوجد هكذا جهاز، لا بأكثر عدد من الزوايا ولا أكثر ولا أقل. سيد الفاضل، إذا كانت زوايا خمسة إحنا بالنسبة للتربية تختلف اختلاف تام، وإذا كانت ثلاث زوايا أيضا تختلف، فإذا هو الجهاز سبعة زوايا، فهذا سباعي الزوايا يعني هو النقطة اللي حتحصل عليها المشكلة أو السيطرة على المشكلة. ما هي الزوايا السبع؟ الزوايا السبعة زوايا داخلية، هاي الزوايا الداخلية لما تتقارب، لما يبدي اللاعب يبعث الكرة ويستلمها أو يسوي دوران كامل، وأكو لوح عالي، يكون اللوح العالي اللي هو مهم جدا، يستعمل أما في اليد أو في الساقين أو القدمين. هل كانت هناك بحث ميداني مع
تطبيقاته مع مجموعة أشبال ناشئين شباب أو لا؟ أنكم بعد أن أتممتم عملية الاختراع قمتم بتطبيقه مباشرة على الساحة؟ بالتأكيد احنا بدءا ذهبنا إلى الساحات قبل ما يبدأ الجهاز، وجدنا الأخطاء وشخصنا الأخطاء عن طريق ورقة وقلم، بعدين تجربة كاملة من عملنا التجربة شيء مشابه لهذا الجهاز، من بدينا نعطي للرياضي أو الشبل هذه الحركة، من وجدنا أكو شيء مشابه لهذه الحركة، من عملنا الجهاز وطبقناه عليهم بخطوة خطوة. حقيقة كنا لما نكمل الجهاز بالخطوة الأخرى ننتقل مع الرياضي ونشوف مدى استفادة منه أو التجربة أو الاستفادة من هذا الجهاز. فإذا في البداية بمرحلة مرحلة مع كل رياضي، ومن ثم من تم الجهاز نزلناه إلى الساحة قبل ما يبدأ براءة الاختراع، نزلناه إلى الساحة وشفناه مدى الاستفادة منه، وديناه إلى التقيس والسيطرة النوعية مشكورين، بعد فترة معينة قدموه إلى كثير من الباحثين المشخصين بهذه الأمور وأعطيت براءة الاختراع. فكانت خطوة بخطوة نعمل قبل ما نتمم الجهاز. قلتي هناك تحسينات، هل حينما قمتم بإجراء هذا تطبيقات هذا الجهاز على بعض الرياضيين استمررتم معهم لتجدوا الفارق بين قبل استخدام الجهاز والتطوير بعد الجهاز على أرض الواقع وليس فقط في الكتابات والحسابات؟ أستاذ رسول الفاضل، إنه إحنا حتما في كل بحث، في كل بحث فيه القبل وفيه البعدي. من خلال عملنا التجريبي يجب أن يكون هناك قبلي. قبلي وجدنا صعوبة مثلا في الاستدارة، وجدنا صعوبة في الاستلام والتسليم. على فكرة هو جهاز تأهيلي، جهاز تدريبي، جهاز تأهيلي. نعم، تحدث عن تأهيلي بعد ذلك. الآن عينة البحث، خلال مرحلة البحث هل هناك تطور بالأداء طبعاً أو لا؟ طبعا، من خلال التعليمي من شهر إلى 3 أشهر يبدأ التعليم واضح عندهم، فوجدنا أنه أكو تغيير واضح جداً استفاد منه الرياضي، خاصة الأعمار الصغيرة الأشبال، ومن ثم حتى المتقدمين استخدموا هذا الجهاز. ما يستخدم أثناء طبعاً اللعب، فقط في التدريب. كيف استقبل المدربون هذا الجهاز الذي يخفف من أعباء التدريب والتعب والجهد الذي حقيقة الضغط الذي يمارس عليهم كبير؟ بالتأكيد طبعاً في البدء المدرب يتوقع أنه الطريقة الروتينية أفضل، بس بعدين من يبدأ يستخدم الجهاز ويشوف مدى استفادته طبعاً حيكون وياي بالكونيك. إذا أنا ما أقدر أكنك مع المدرب محال أقدر أعمل شيء، فهو المدرب أولاً المستفاد قبل الرياضي، يأخذ الفكرة ويساعدني بها لأنه كان مساعد معايا مع فريق عملي، فأكيد راح يكون استفادة تامة للمدرب والرياضي بالدرجة الثانية. الآن جهاز تعليمي وتدريبي، تأهيلي تدريبي. الآن التأهيلي، التأهيل، هل هناك ملامح طبية صحية لهذا الجهاز؟ إذا كان الرياضي قدمه ممكن يعني يكون بشكل معوج أو ملتوي، لما يكون بالتأهيل راح نقول له امسح على هاي أو مد نفسك على هاي الزاوية، لما راح يبدي يصير عنده حركة، فيصير عند شلون نقول أوتوماتيكية الحركة مرة مرتين ثلاثة، هو مو بالمرة الأولى بالتأكيد يعني الرياضي يبدي، فبالمرة ومرتين وثلاثة يصير عنده أوتوماتيكية الحركة، بحيث إذا غمض عينه يقدر يؤدي على الجهاز. هذا التأهيل. في كرة القدم هذا الجهاز له إيجابياته، ولكن هل هناك عالم آخر في من عوالم الرياضة، سلة أو ساحة وميدان يمكن الاستفادة؟ جميع اللي يستخدمون الدورانات والستاند على قدم أو قدمين يستفاد منه، مثلا أبو المطرقة، أبو القرص بالساحة والميدان، وكذلك حتى بالسلة اللي يسوي دوران، أبو كرة اليد، كل اللي عنده دوران يحتاجه. كم كلف الجهاز؟ يعني ما أعرف كثير يعني، هو بس إحنا مجموعة بيناتنا تقريبا. أنا أتحدث عن استخدام هذا النموذج في نوادينا وفي الكليات ذات العلاقة الرياضية، لربما نوادي كثيرة تحتاج إلى أوصالات رياضية كذلك، لماذا لا يتم إنتاج هكذا جهاز إن كان له كثير فوائد في مجالات متعددة رياضية؟ بالحقيقة والواقع لو تسأل هذا السؤال، لما يكون مستورد الجهاز أكيد حيكلف أكثر، لكن لما يكون بجهود عراقية وبأيادي عراقية أكيد راح تكون أقل وطأة. فإحنا بالتأكيد أنا ما أخفيك خبر، أقل وطأة والكل حيستفاد منه. قمتم بإنتاج الأسواق؟ بدأنا، حنبدأ هذا الموضوع
إن شاء الله. ونكتب عليه الصناعة في العراق. طبعاً. إن شاء الله. صناعة بأساتذة بأيادي أساتذة عراقيين. وهذا شرف لنا. شكرا لك على هذه الإطلالة من قبل الشاشة العراقية. شكرا لك. وأعزائي انتظرونا إلى فاصل ونواصل بعده إن شاء الله والحديث مع مخترع عراقي كربلائي. انتظرونا. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. مسك الختام سيكون مع جهاز الإنضاج للدكتور عصام محمد علي يحدثنا عن تفاصيله. فأهلا بكم وأهلا بك دكتور. دكتور، ما الذي دعاكم أن يكون هذا الجهاز صديق للبيئة؟ التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية لتغير المناخ الـ IPCC واللي ألقي في زيورخ وفي برلين وفي وارسو، هذا التقرير أثبت أن هنالك انبعاثات لغازات ملوثة في الغلاف الجوي الغازي للأرض، وهذا ما صاحب حالة تدعى بحالة الاحتباس الحراري. لذلك شكل فريق بحثي مني ممثلا عن جامعة الفرات الأوسط التقنية ومجموعة من الأساتذة في جامعة التكنولوجيا لابتكار طريقة جديدة بيئية صديقة للبيئة لإنتاج ألواح محلية وبتصنيع جهاز محلي 100% لإنتاج هذه الألواح واختزال المواد الملوثة في الأرض. هذا الجهاز هل هو خطوة إلى الأمام عن أجهزة سابقة في إقليمية أو دولية أو لا؟ هو ابتكار محض لا يوجد له ثاني في العالم. كل اختراع علمي هو مبني على حقائق قد تكون تاريخية، وهذا ما حدث عندنا. تعرف آثار بابل وجدت قبل 5000 سنة قبل الميلاد، هذه استخدم فيها الضغط والحرارة لإنضاج ألواح بنيت من النورة، من هنا جاءت الفكرة الأساس لعمل الجهاز، فهي تاريخية بحتة عراقية. وفعليا هل هناك جهاز تقني الآن موجود في الساحة العلمية يشابه جهازكم أو جهازكم يشابهه بنوع ما؟ هو الجهاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط. لطيف. ما هي العقوبة صعوبات حقيقة والعقبات التي واجهتكم أثناء عملكم في هذا الجهاز؟ حقيقة هنالك مجموعة من البيانات الأولية التي جمعت حول الجهاز. هذا الجهاز مثل ما أشرت لحضرتك بلوحة إلكترونية، وهي كانت مصدر الصعوبة. إنه حجرة الإنضاج والغازات والمواد المستخدمة هي عراقية، تم جمعها منا بالعراق. أسواق المحلية. نعم، في الأسواق المحلية وهي متوفرة بكثرة. اللوحة الإلكترونية عانينا في بعض مفرداتها ومن صناعتها، استخدمنا بعض الأجهزة المستوردة من الخارج. أما بقية الأجزاء اللي تم عملها وصناعتها بإنتاج محلي عراقي في جامعة التكنولوجيا بالذات. الآن الجهاز هو جهاز بحثي، هل هناك نية لإدخاله في السوق؟ نعم، احنا راسلونا مجموعة من الشركات من ضمنها معمل البناء الجاهز في كربلاء، من ضمنها معمل الثرمستون، هم لديهم حجرة انضاج متكاملة، لكن هم يستخدمون الانضاج الحراري المكثف ببخار الماء، فحبوا ان يستعيضون عن هذه التقنية الحديثة بعد ما سمعوا بها وبفوائدها، ونحن حاليا في طور العمل في ذلك. هنالك منظومة متكاملة، حجر قطرها 3 متر وطولها لا يقل عن 20 متر، بإنتاج وحدات لا يقل عددها عن 1000 وحدة يوميا. لطيف. هل هذه الحجرات ممكن أن تستخدم في غير الكتل الخرسانية؟ في الحقيقة هنالك توجهات بحثية في الوقت الحالي معي ومع مجموعة من الأساتذة في جامعة كربلاء وفي جامعة بابل لتطوير الألواح الجبسية. هذه الألواح تستورد من الخارج بأسعار باهظة، احنا نحاول حاليا ننتجها داخل العراق بأسعار واطئة وبمواصفات عالية جدا. بما أنه العالم يبحث عن الأجهزة صديقة البيئة وهذا المودرن الذي يكتسح العالم، هل هناك تعاون بحثي أو تصدير لهذه التقنية إلى دول عربية أو دول إقليمية؟ بالحقيقة كثيرة من الدعوات وصلت لي عن طريق الإيميل للمشاركة في مؤتمرات دولية.
أنا ما طلعت بالفترة الأخيرة إلى مؤتمر دولي، لكن شاركت في مؤتمر في عقد في جامعة كربلاء وهو مؤتمر دولي، وألقيت بحث واستخدمت التقنية هذه في إنتاج وحدات بنائية صغيرة، هي ليست ألواح لكن وحدات بنائية صغيرة تستخدم في البناء. كانت التقنية ممتازة وأبدى الجميع إعجابه بالنتائج المستحصلة منها. في هذا الوقت نحاول حاليا نستخدم الثيرمستون، وهو أحد الوحدات البنائية المستخدمة بكثرة في العراق، لكن هذا الثيرمستون يعاني من بعض المشاكل. إحنا دورنا حاليا أنه نتغلب على هذه المشاكل، نحسن من الخواص، خصوصا خواص المنتج المحلي بحيث يضاهي المنتج العالمي بطريقة الاستدامة والمحافظة على البيئة. فهذا هو الأهداف من الفريق البحثي حاليا. أختم معك بسؤال. سابقا وخلال هذا البرنامج لأكثر من 3 سنوات كنت ألتقي بمخترعين يشتغلون اختراعات وابتكارات فردية. في المدة الأخيرة هناك الجروبات البحثية من أكثر من جهة ومن أكثر من وزارة ومن أكثر من كلية أو معهد إلى شابه ذلك بكثرة، وهناك نتائج حقيقة ترفع لها القبعات وتنحني لها الهامات. كيف تقيم هذا التحرك العراقي البحثي الذي في السنوات الأخيرة ربما صار له صدى أكبر؟ تساؤل رائع وصميم. صراحة الاختراعات والاكتشافات والابتكارات 3 مصطلحات تظهر في العراق في الآونة الأخيرة. سببها هو تزاوج العلوم، أي التداخل بين العلوم المختلفة، لأن التداخل بين العلوم دائما ما يولد بيانات جديدة لم تظهر للعلن. فهذا هو التنوع اللي حاليا يجري في الساحة البحثية حاليا، أن هنالك تنوع وتزاوج بين العلوم. يعني أنا حاليا أدرس دراسة لتابعة إلى وزارة الصحة العراقية حول مراكز التخصص الإشعاعي، وده تلاحظ المختبر كله أجهزة وقسم من عدها قياس بيانات، وليست من تخصصي هي فيزياء بحتة وأنا مهندس مدني، لكن اضطرني الحال إلى ابتكار طريقة جديدة للتخلص من أضرار بيئية يعاني منها المهندس المدني ويعاني منها الناس. فلذلك التجأت إلى باحثين آخرين وهم التجأوا إلي. التداخل بين العلمين هاي راح يظهر عنا شيء جديد ومبتكر، وهو هذا الوليد الابتكار اللي احنا نشوفه حاليا، وهذا يشرفون أن نسلط الضوء عليه في الفضاء العراقي. شكرا لك وشكرا لكل الأخوة العاملين معك. الله يحفظكم أستاذ، أهلا وسهلا بكم كادر. والشكر موصول لكم أحبائي، نأمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي براءة اختراع. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.